حضري، يا رب يا حضري، املنا فيك يا حضري. اذا كان في واحد في المباراه او في المنتخب المصري يستحق فعلا الكاس، فهو فعلا اصابهم ان هو ادوا فعلا اميز لاعب في المنتخب وفي البطوله كلها هو الحضري، بجد عن جداره. هو الحضري هو اللي مفرحنا، هو اللي فرحنا في كل الماتشات اللي فاتت، ولولا كان زماننا طلعنا من زمان قوي. شفتوا اللي هو احسن جون في مصر، وما زال اللي هو احسن جون في مصر برغم كبر سنه ده. يعني يرفع الكاس بقى اخر حاجه ليه، وكان بقى يعتزل بقى بعديها وخلاص. انا ما انصحش ان الحضري يعتزل في التوقيت اللي احنا فيه ده كله، ان هو يقدر يفيد البلد في حاجات كتير جدا. هو صمام امان لحد ما يودينا كاس العالم باذن ربنا سبحانه وتعالى. الحضري ظاهره مش هتتكرر، والمفروض الحضري ده يكرم ويرجع النادي الاهلي. انا اهلاوي كنت زعلان من الحضري، لكن الحضري يرجع النادي الاهلي بعد المستوى العالي اللي قدمه في البطوله، وكانه شاب عنده 20 سنه. انا عندي ولادي بودي لهم نموذج الحضري ده، ان السن ما كانش عائق، ده تحدى الناس كلها اللي قالت ان هو وصل لسن ما ينفعش يلعب كوره تاني، وانتصر على نفسه وانتصر على الناس كلها وقال انا موجود. اساسي، هو السد العالي، هو الايقونه بتاعته. يا سامي حضري، اولا ابني بيحبك جدا وعايز يقف جون زيك بالظبط، وبتمنى اشوفه في كاس العالم. كابتن عصام الحضري، انا سوداني ومعجب بك، يعني انت اديت اداء في البطوله ممتاز جدا جدا، وانت قدوه للحراس في افريقيا كلها وفي العالم كله. يا عصام يا حضري، بالنسبه ليك اولا انت شرفت مصر وعملت حاجه اسطوريه. يعني ما فيش حد في سنك لغايه دلوقتي يعمل الكلام ده، يعني حتى لو احنا بس نفكر كده كل اللعيبه اللي في سنه اعتزلت اساسا. وكلنا امل باذن الله ان انت ان شاء الله تكون معانا في كاس العالم، وبعد كاس العالم باذن الله ممكن تبقى تفكر في الاعتزال، بس تاريخك يسمح لك ان انت ان شاء الله، احنا كلنا امل ان نتاهل لكاس العالم وانت تكون الكابتن المنتخب باذن الله. يا عصام ما تزعلش، كمل، احنا عاوزينك تكمل علشان احنا محتاجينك، لسه محتاجينك، وانت لسه هتدينا كمان. انا لما اكبر يا رب اطلع زي الحضر. قول لي انت لما شفت التقرير ايه اكتر حاجه وقفتك فيها يا كابتن؟ لا ال 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 يعني التقرير طبعا جميل، وبشكر الناس كلها اللي اتكلمت، وزي ما قلت لك دي حاجه هتدي لكل واحد، مش للحضري لوحده. انا كحضري هستفاد منها برضه، يعني بكل ده انا هستفاد. بتدي لكل لعيب، بتدي لكل شاب، بتدي لكل طفل لسه بادئ كل حاجه. اشتغل، اجتهد وتعب وحب بلدك، هتلاقي الخير جاي لك، مش لازم بعدها على طول. انا في مواقف حصلت. بص هقول لحضرتك كابتن حضري، الاخلاص في حد ذاته في اي شغلانه وطنيه دي حقيقه. يعني كون ان انت، طب انا هقول لك على حاجه ما حدش يعرفها، لانه اللي بيشوفها واحد ساكن في عماره بتطل على نادي وادي دجله اللي بتعمل فيه التدريبات، ده مواطن عادي جدا، قال لي انا بقف في البلكونه يوم التدريب في ساعه محدده كل اللعيبه بتيجي فيها. انا ما كنتش اعرف ان حراس المرمى بيربطوك بحبلين من هنا ومن هنا، يعني انا لما اتحكى لي ده عرفته. بيربطوا حارس المرمى عشان ما يتحركش من المكان، فبيقول الجار اللي انت ما تعرفوش بيقول قبل كل مره في تدريب، قبل ميعاد التدريب بساعتين يجي الراجل ده لوحده ويتربط بالحبلين ويفضل يتمرن ساعتين
كاملتين لحد ما يجي باقي الفرقه ويكمل تدريبه عادي. ده اخلاص يا فندم، ده اسمه اخلاص، والاخلاص وطني. لا هو عشان كده انت قلت حاجه جميله. في ناس كتير بتتكلم بتقابلني، ومنهم هقول لك انا يعني قريبين برضو لعيبه نجوم، كابتن احمد فتحي واتكلم معايا، ومحمد صلاح والنني. انا في يوم كنت قاعد في الـ في الـ في المعسكر اللي فات ده، قاعد في الاوضه لقيت النني داخل عليا وقاعد معايا، اللي انا عايز اقعد اتكلم معاك شويه كده بالظبط. يعني انا ما اعرفش هيتكلم فيه، كنت قاعد انا والمحمدي قاعدين كده نشرب شاي وبنتفرج على ماتش كوره بتذاع في البطوله، دخل قاعد معانا. الوقت اخذنا، قعدنا حوالي ساعتين نتكلم بس ما اخذناش، ما حسيتش بالوقت. لقيت النني بيتكلم معايا بيقول لي يا كابتن عايز اسالك سؤال، انت بتجيب ده كله منين؟ يعني بتجيب، انا عايز اتعلم، شو بيلعب في، شوف دي حاجه قلت لك ايه؟ دي من الحاجات اللي انا شايفها في نفسي شايفها في النني. من الحاجات اللي انا شايفها في نفسي شايفها في النني. لما قلت لك ان هو الساعه 5 الفجر بينزل يتمرن عشان عايز يلحق الماتش، دي حاجات انا كنت بعملها. لما هو قاعد معايا بيلعب في احسن من احسن انديه في العالم، في اربع انديه في العالم طبعا، النهارده بيقول لي يا كابتن انت بتعمل كل ده، انا عايز اعمل الحاجات دي زيك. شوفوا يعني جعان. اتكلمت معاه بصراحة، قلت له أنا بعمل الحاجات دي من صغري زي ما أنت بتعمل كده، عندي طموح، عندي ربنا ساعات بيديني بيشوفني هقول إيه، وساعات ياخد مني برضه بيشوفها هقول إيه. يعني أنا من الحاجات ساعات ممكن أكون ما وفقتش في ماتش، في ثلاث ماتشات وربنا أخد مني، أقول الحمد لله، بقول الحمد لله، وطول ما بقول الحمد لله ما بزعلش، وأقعد فترة كبيرة فترة كبيرة، وبعدين بعد فترة كده ألقى ربنا بيديني بين واسع، اقوم قايل الحمد لله برضه. ما ببيأس، بشتغل، بجتهد، بتعب، بحرم نفسي. هقول لك حاجه وممكن تكون الناس عرفتها قريب، لان انا ما كنتش اتمنى ان حد يعرف، بس ما كانش حد يعرف الموضوع ده، بس انا هقولها لك بجد. انا عندي اسره جميله، الحاجة دي طبعا لها كلام لوحدها قبل كل شيء، بس انا عندي اسره في بيتي، اسره جميله، متكونين احنا مراتي عند اربع بنات، وعندي ياسين وعندي شيان، ربنا يحفظهم، يعني عندي شيان ده وشاد وشهد وياسين وشيان، وعندي زوجتي الصراحه هي يعني عامله لي عمايل في البيت، مخلياني ما فيش حاجة في حياتي أفكر فيها إلا هي الكورة. أنا ساعات ساعات أنا هو ساعات إيه يا كابتن؟ ده أنت قلت لنا أولاً كابتن الحضري كان على نفس الكنبة دي في شهر فبراير السنة اللي فاتت، وكان أول حوار يعمله إكسكلوسيف برضه زي الحوار ده، كان أول حوار يعمله بعد الحوار اللي قال فيه أنا مستعد أشيل ملابس المنتخب وأكنس غرفة الملابس بس أرجع تاني، ومش مهم ملعب. الحقيقة اللقطة دي إحنا مسجلينها لأنه ده تاريخ، وقال الكلام ده لأول مرة يقوله على الملأ كان عندنا. بعد أقل من سنة هو راجع من رحلة من بطولة المنتخب وهو فايز رصيد أكبر بكتير من اللي كان عنده السنة اللي فاتت، وهو بيقول مش مهم ملعب، مهم أرجع المنتخب. أنا كعصام الحضري لو انتوا عايزين حتى اشيل الاحذيه بتاعت اللعيبه انا ما فيش مشكله عندي، وتحت امركم في اللي انتوا عايزينه. يعني عايز تقوله ان انا مش هتشرط، مش انا ما اعرفش كلمه، حتى مين اللي جاب كلمه اتشرط دي؟ انا يعني انا ما بحبهاش، ما بحبش الكلمه دي، بس انا ما اعرفش مين اللي جاب الكلمه دي اللي اتشرط. عمر ما في لاعب على مستوى العالم او لاعب منتخب بلده يقول ان انا اتشرط على ان انا ابقى موجود ولا مش موجود، العب اساسي ولا مش العب اساسي. عشان كده والله انا لما قلت لك زي ما ذكرت موضوع مراتي، هي الله يكون في عونها، حارم نفسي من حاجات كتيره، ولادي ومراتي بيتي وكل حاجه. انا ليا الشقه بتاعتي في مدينه نصر، وفيلتي انا هنا في اكتوبر.
انا عامل زي اللاعب المغترب، يعني ما بشوفش ولادي ولا مراتي الا ممكن كل اسبوع. اه عشان بس الناس تبقى فاهمه، انا انا حياتي كلها كوره، حياتي وانا قاعد في بيتي بشوف بتفرج على الكوره، بتكلم في الكوره، الكوره موجوده معايا في البيت في كل حاجه. انا ممكن اجي اشوف بيتي ممكن ساعه بالليل وامشي، وممكن ثلاث ايام اربع ايام ما يشوفونيش، بالتليفون بس اكلمهم. وقت تدريبي، لان انا مش كل شويه، انا ما بحبش الاسترس، بحب الهدوء. ببقى احب قريب من البيت للجيم، قريب حاجه بسيطه. لما احب ابقى من البيت للتمرين بتاعي برضه حاجه بسيطه. لما احب اعمل الاستشفاء بتاعي بجيب التلج، ببعت عند حد معين يجيب لي التلج من عند بتوع اللي بيبيعوا التلج، واحطه عنده في البيت، احطه في البانيو واقعد فيه واعمل الاستشفاء بتاعي. موضوع التلج ده عشان احنا مش فاهمينه. اصل بص يا كابتن، احنا اللي نسمعه يعني انه اللعيبه لما بيجوا بعد المجهود والتدريب لازم ياخدوا دش سخن او يقعدوا في ميه سخنه. ما اعرفش انت ليه بتقعد في التلج. التلج ده عامل رئيسي ما هو التلج ده فيه ثلاث حاجات، ثلاث انواع عشان بس الناس تبقى فاهمه. في الجهاز ده اللي انا موجود فيه، ده اللي انت شايفه ده احدث حاجه، جهاز بتقعدي فيه ثلاث دقائق بس. ده مليان تلج الفطاس ده؟ لا مش مليان، ده درجه حراره بتاعته ساعات بتوصل ل 160 ماينس 160 160 تحت الصفر. 160 تحت الصفر. حد يقدر يقعد 3 دقايق في ماينس 160 تحت الصفر؟ دي أول حاجة. أو أقعد في برميل تلج زي ما الناس كانت بتستهزأ، اللي أنت شايفاه ده، اللي هو اللزق اللي أنا واقف فيه ده. طب وليه بتقف في التلج؟ وجابوا الصورة طبعا دي، قعدوا يعني الناس كانت وأخدتها بضحك وبمرح، وأنا زعلت. ليه كانوا بيتريقوا بيقولوا إيه؟ إن أنا كنت في معسكر في السخنة. والمعسكر في السخنة ده ما فيش هناك ساونا ولا في يعني مش مجهز رياضي، مش مجهز. ملعب كورة وأوتيل بس. بتنام وبتمر، وأنا تمرين فترة إعداد تمرين جامد ولازم أعمل تلج. جبنا اقرب وسيله ايه؟ انا ما تفرقش عندي، انا ما يفرقش عندي، انا يفرق اللي عندي. ايوه يا كابتن، مزنوق في التلج ليه؟ انا مش فاهمه. التلج ده بيعمل للاعب الكوره استشفاء، بيخليك ان انت ممكن بعد ما خلصت، يعني انا اتمرنت ساعه ونص او ساعتين عملت التلج ده، ممكن ببقى طالع تعبان خالص مانيش قادر، لما اعمل التلج ده اقعد فيه حوالي تلت ساعه واطلع منه احس ان انا ولا تعبان ولا كان حاجه حصلت. تقعد تلت ساعه في التلج؟ تلت ساعه، تلت ساعة وتلج يعني زي ما انت شفت التلج كده واضح. تلت ساعة بطلع منه، ممكن اطلع اتمرن تاني. ايوه، وانت تلت ساعة دي مش اطرافك تتجمد، مش تبقى بقى هتموت من بستحمل اي احنا قلنا ايه؟ طالما انت عايز لازم تستحمل اي حاجة. تستعمل بقى يعني اي حاجة بقى، في وجع، في الام، في اي حاجة بستحملها عشان الهدف بتاعي اللي انا عاوز اوصل له والطموح بتاعي اللي انا عايز اوصل له. يعني التلج ده مفيد للعضلات؟ لكل حاجة. استشفى بيخليك في خلال ساعة تكون انت انسان عادي طبيعي، ما فيش اي مشكلة حصل. ده بعد المجهود العنيف يعني. بعد المجهود، اصل المجهود العنيف ده انت كل يوم بتعمل مجهود عنيف. في ناس بتعمل بعد يعني المجهود العنيف ده بيعمله مرة واحدة في الاسبوع. انا لا، انا لازم كل يوم، انا لازم كل يوم. ده اللي فارق معايا، ده اللي يفرق معايا في كل حاجة. ان انا بتمرن الصبح في الجيم لوحدي، اخي النهار بتمرن مع الفريق، محتاج اعمل استشفاء تلج بعمل، ممكن انزل بعدها تاني اشتغل واعمل تمريني واعمل اللي انا عايزه وما فيش اي مشكله. بس ما يفرقش عندي انا بعملها فين بقى، في حاجه هاي ولا حاجه في اي بي. انا اهم حاجه انا بعمل حاجه اللي هتخليني مرتاح. عملتها بقى في الشارع، عملتها في اوتيل في خمس نجوم، عملتها في بيتي، عملتها في اي حته، ما يفرقش عندي. انا يفرق عندي ان انا اطلع من بعد الموضوع ده ان انا كويس، مفيش اي مشكله عندي، مفيش وجع، مفيش الام، بستحمل، بشتغل، بجتهد. عشان كده زي ما قلت ان 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 ان, إن, إن اللي عايز مش لازم يبص تحت رجله، لازم يبص لمراحل، مش مرحله ولا اتنين ولا تلاته، بس خدها مرحله مرحله مرحله. يعني بتفكر في مرحله ده خلصت، تفكر في كذا، قدر الله حصل لك حاجه والحمد لله.
بيحصل في اختبار. فكرة الإخلاص هي 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 الكلمة، كلمة السر. بس أنا لما أكون في أي قاعدة، في أي قاعدة بشكل شخصي جدا مش بشكل إعلامي، وحد يجي يقول إيه حتى ولو بهزار، يقول لك آه جامايكا أصله مخاوي، أنا يعني بشكل لا إرادي باخد موضوع بجد، أقول له على فكرة الموضوع ده مش هزار. يعني أنا بتضايق جدا لما حد يقول، مش بس على كابتن الحضري، على أي حد ناجح، إنه يجيب سبب غيبي. طبعا في التوفيق من عند ربنا، التوفيق ده لما ربنا يأمر إنه حد يسلم على التوفيق كده خلاص، إنما لما يقعدوا يقولوا أصل ده مقري ده بيقول إيه، لا مفيش حاجة كده، ولا بهزار ولا بجد. الراجل ده من ساعة ما بيصحى لحد ما بينام هو بيفكر في الهدف بتاعه وإزاي يحافظ عليه. لما بقول موضوع جامايكا، موضوع كل حاجة، زي ما انت قلتي واحد شوف قال لك، قال لك بعمل ايه، بروح التمرين قبلها قد ايه، بشتغل، هو ده جامايكا بتاعي. ايوه بس هقول لحضرتك على حاجه، كل الناس اللي هنا دول الحقيقه عندهم يعني طلبوا مننا كلهم انك احنا عايزينك تحضره لنا دلوقتي. حضره مش مشكله، في نهايه الحلقه نحضر كل حاجه، مش مشكله. حضر معانا جامايكا ارجوك ارجوك. والله العظيم انا لما بقول لك كده يعني عندي. طب يعني طب هسألك، مفيش حجاب صغير كده ولا في اي حاجه؟ انا بص هقول حاجه، هو ورد انا بعمله، ورد واخده انا كحضري، واخده في يوم ما عملتوش في البطوله عشان كنت تعبان، حسيتني اني تعبت اكتر. ورد انا بعمله، انا عندي ورد بقرا سوره البقره، عشان اقول لكم، انا هقول لكم الاذكار الصباح والمساء والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ده الورد بتاعي، ده جامايكا اللي هم بيتكلموا عليه بتدريبي. اي حد من هنا لحد بكره يقول جامايكا، يقول انا ما يفرقش معايا. بس بتزعل؟ لا انا باخدها، انا ساعات باخدها يعني او اكتر وقت باخدها بمرح، ما بتضايقش. ما اللعيبه غنوا لي في الاوضه واحنا بنام، وانا قعدت اهرج معاهم، وانا قعدت اقول زيهم برضه. لما بقى بيقولوا، لما حد يقول لي، يقولوا لا ده اكيد في ناس ما اعرفش ليه يعني عرفوا منين، فبقول لهم طب يا جماعه ما الموضوع لو بالسحر تبقى كنا كسبنا امبارح. مش بس كده، ما هو في بلدان، ما هو اللي يعني اللي بيعملوا السحر دول، طب ما كانوا هم بقوا ابطال، وبالتالي يعني المانيا لما اخذت كاس العالم كانت مخويه، البرازيل كانت مشغله البخور. الحقيقه كلام مش منطقي. هم انا في معايا يعني زي ما قلت لك، انا ده ورد عندي بعمله اساسي عندي، لو ما عملتوش في يومي بحس ان في حاجه ناقصاني. الحاجه الثانيه معايا يعني جوز مدربين، مش هقول جوز مدربين يعني، بعتبر هما الاثنين الابهات ليا طبعا، كابتن فكري صالح، لان من الناس اللي انا بشتغل معاهم وهو بيشتغل معايا، وبتعبه طبعا معايا قوي قوي قوي، وربنا يخليه ليا، لان انا يعني مش عايز اقول لك بيتعب جامد. في واحد تاني طبعا بقى اللي هو ده انا بعتبره بقى اخويا وصاحبي وصديقي وكل حاجه في حياتي، اللي هو الكابتن احمد ناجي، لان الراجل ده بيشتغل وبيتوكل على ربنا، ملوش دعوه اي حاجه، الرزق بتاعه ده ربنا كاتبه له، لو ساب المكان هنا تاني يوم بيلقى الرزق بتاعه في مكان تاني. انت بعد ماتش بوركينا فاسو كان في لكم لقطه كده، في لقطه، لان في بعض الناس طلعت ما كنتش اتوقع، اتمنى الناس تقولها، بتتكلم عليه بالطريقه دي، ان هو طلع اتكلم في موضوع الناس حورته بطريقه غلط، فطلعوا ان هم يهاجموه، طلعت لازم كنت اديله حقه، لانه هي ده، هو ده حقه، ده حقه، ان هو احسن مدرب حراس مرمى مش في مصر، في افريقيا. هقول لك حاجه من الاخر، هو معاه المفتاح السري بتاعي. بس من الاخر بقى الناس عايزه تعرف ازاي، بقى يروح يسالوه، هو معاه المفتاح السري بتاعي. بيعرف يخلي الحضر ازاي ويشتغل ازاي هو الحضر مع كل المدربين، عشان بس احترم كل المدربين، بس هو عنده حاجه، في حاجه بينه وبينه كده، بيقدر هو الوحيد اللي يقدر يطلعها مني، تفاهم. الله اعلم بقى ايه، انا عارفها هو عارفها، بس هو في حاجه بيقدر، عشان كده هو ما بيزعلش من الناس اللي هجمته، هو كان حزين جواه، ورغم كده انا كنت لازم اديله حقه، لان انا فاهم الناس، اقول لهم يا جماعه لا، اللي هو ده هو يعتبر رقم واحد في افريقيا. والنهارده لما انا اخذت احسن جون في افريقيا بتحسب له
وبتحسب للكابتن فكري وبتحسب للشريف اكرامي وبتحسب للشناوي وبتحسب لمحمد عودي اللي كان معاه قبل المعسكر وبتحسب لزمايله كلهم لكل حراس مرمى مصر النهارده. الشريف اكرامي والشناوي ما لقحوش عليك بالكلام. بص هقول لك حاجه، انا وصلت والله ما هتصدقي لمرحله ان هم ممكن يقولوا كلام كده، ان هم ممكن يقولوا، بس ممكن يقولوا بتهريج مش يعني اتكلمتوا بهزار في الموضوع ده. ممكن بص احنا كلاعيبه كره، لعيبه كره ممكن تاخدوا منهم افهات ملهاش حل. قالوا لك ايه بقى؟ لا ما انت خلي بالك ان في احنا 23 لعيب، يعني ممكن في 3 4 يعني لاعيبه كتيره دمها خفيف، زي ما قلت لك الجيل ده كله دمه خفيف اصلا، يعني ممكن في اي وقت ممكن يحصل اي حاجه يقول لك يا عم الحضري جامايكا خلص علينا. شوف وصل بتبقى وصل لحد فين. انا كنت يعني من الحاجه اتفكرت قلت الا الشناوي او يشوف يفكر ان الحضري كذا. خد بقى المفاجاه ان جون الجزائر اصيب وجون تونس اصيب وجون توجو غير اصيب. قلت فيه هو فيه يا جماعه هي الدوره ده انت سرك باتع. شوف ده انت جامايكا منتشر. برضه كبر يطلع عندنا غل نوصل للهدف بتاعنا. هم اللي بيقولوا صوتك كوتا يعني. ها ماشي مدير الجزائر دول شوفي اسعدوا الناس قد ايه. كان صغير مؤاخذه ابو علي، طول ما انا موجود في منتخب مصر انا حاسس انا كاني في النادي. دي حاجه جامده حضري، دي كانت حاجه كويسه. هتصدقيني لو قلت لك ان انا دلوقتي احسن من كام زمان؟ ما شاء الله.